هل البروفين يزيد من أعراض الكورونا؟ انتشرت خلال 24 ساعة الماضية معلومات تفيد عن خطورة أخذ البروفين لمرضى الكورونا كتصريح من قبل وزير الصحة الفرنسي. طبعاً حتى الآن لم تصدر أي دراسة علمية أو تصريح رسمي تفيد بهذا الخصوص، ولكن بالرغم من هذا فهي ملاحظات سريرية من مختص بالرعاية الصحية ويجب أخذها بعين الاعتبار. إلى أن تصدر دراسات علمية تحذر من استخدام أبوبروفين لمصابين فيروس كورونا، نصيحتنا استخدم الباراسيتامول كخيار آمن وأمثل، ولا تنسوا دائماً استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل أخذ أي دواء، والله يحفظ الجميع.